السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. يا رب دايما، جزاك الله خير. عندي سؤالين على السريع. أول حاجة، أنا عارف إن لما أكون لابس شراب على وضوء المسح عليه، طيب أنا دلوقتي بلبس الشراب مثلا الصبح بعد ما بصلي، يعني بعد ما بصلي الفجر في وقته، بصحى الصبح على الساعة 8 ألبس الشراب، وأول وضوء بيبقى ليا بالمسح بيبقى صلاة الظهر في الشغل، فبصلي الظهر والعصر واحيانا المغرب لو لحقته في الشغل او لما برجع. فهل انا لو الشراب نظيف ولبسته تاني يوم على وضوء، هل ينفع ان انا امسح بيه تاني يوم ولا لا؟ تاني يوم كامل؟ لا لا، النهار بس فقط، يعني مثلا من 8 الصبح لحد المغرب. لا لا، اولا هناك اختلاف بين العلماء في المسح على الجارب، فمن العلماء من لا يرى المسح على الجارب اصلا. ثانيا، هل المسح على الجورب، التوقيت المسح يوم وليلة، من أول وضوء أو من أول مسحة؟ قولان للعلماء. فإذا قلنا أنه من أول مسحة فهو المسح لك الظهر، فينبغي أن يوم وليلة تنتهي غدا قبل الظهر، الفجر فقط آخر مسحة. يعني انا لو الظهر والعصر والمغرب، لا تمسح الظهر ولا العصر ولا المغرب ثاني يوم. يعني هو يوم واحد بس. يوم واحد. طيب